صلى الله عليه وآله قاد نهضة ربانية لا نظير لها في التاريخ كله. يعني شخص طوال 23 سنة يحدث هذا التحول العجيب، هذا أصلا ما له نظير. ولذلك في كتاب صدر في الغرب ده اسم المئة الأوائل على مر التاريخ، اعتبروا النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله هو أول الناجحين على مر التاريخ، مع أنهم مسيحيين المؤلف في هذا الكتاب، لكن كانوا منصفين. أول ناجح، مو معقول 23 سنة يحدث هذا التموج الهائل ويوجد هذه الحضارة ويؤسس لهذا الدين ويتقدم ويكتسح، والآن عدد المسلمين في العالم يقارب مليارين، يعني أكثر من المسيحيين أيضا على حسب بعض الإحصاءات، حوالي مليار مسلم عندنا في العالم أكثر من المسيحيين. إذن النبي صلى الله عليه وآله كيف أسس لهذه النهضة؟ كثير من الأشياء إحنا نعرفها ونقولها، لكن من الأشياء التي لا نقولها عادة ولا نطالع حولها عادة ولا نكتب حولها عادة أنه النبي قاد نهضة اقتصادية. شنو أسس هاي النهضة الاقتصادية؟ شنو معالم هذه النهضة الاقتصادية اللي الآن بالعراق مو مطبقة؟ لذا الناس مساكين، لأن إحنا ما قاعد نقول هالكلام. هذا اللي قاعد يحكم واللي يحكمون إذا ما يعرفون الاقتصاد الإسلامي شلون يطبقوا. نسبة الفقر عالية، نسبة التضخم مرتفعة، نسبة البطالة مرتفعة جدا. حكومة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت 4 سنوات ونصف أو أقل هالحوالي، لكنه لم يبقى في هذه البلاد الشاسعة فقير واحد كما في تلك الرواية، فقير واحد في كل هاي البلاد اللي بما فيها بعض بلاد إفريقية. إفريقية كانت أيضا جزء مملكة أمير المؤمنين عليه السلام، مصر وتلك الدول. فقير واحد في كل هذه البلاد لم يكن يوجد، ولا عاطل عن العمل لم يكن يوجد، ولا شخص ما يمتلك دار لم يكن يوجد، ولا شخص راغب في الزواج لا يستطيع الزواج لعدم المكنة المالية لم يكن يوجد أيضا. معجزة، يعني معجزة الاقتصاد الإسلامي. بس إذا أنا المبلغ ما أعرف رسالة الله في الاقتصاد، شنو شلون أبلغ رسالة الله؟ الذين يبلغون رسالات الله الاقتصادية، إذا لم أكن أعرف هذه الرسالة. أنا ذات مرة كنت أطالع عن الاقتصاد النبوي، النبي صلى الله عليه وآله شنو سوى في المدينة اقتصاديا، المقدار اللي حصلت أنا رغم أنه شذرات في التاريخ، لأنه عادة ما كان اهتمام بهذا الجانب، لذا المؤرخين ما مهتمين. هذه الشذرات لوجو المقدار اللي أنا حصلته حقيقة يذهل الإنسان، تخطيط اقتصادي عبقري، ليس فقط مسألة خمس وزقات، لا لا، في كل الجهات. في الزراعة ما الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في الصناعة ما الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في التجارة ما الذي صنعه؟ شنو في العقل النظري وفي العقل العملي؟ حقيقة معجزة، يعني لو لم تكن للرسول صلى الله عليه وآله معجزة إلا المعجزة الاقتصادية لكفى دلالة على أنه مرتبط بالسماء، لأنه البشر لا يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى إطلاقا. لذا الآن تشوفون الأمم المتقدمة الفقر فيها مرتفع. هذا البلد المعروف اللي نفوسه الآن أكثر من 300 مليون، حسب إحصائهم هم يوجد فيه 42 مليون فقير. 42 مليون فقير في بلد اللي هو منبع الثروات وقاعد يمتص ثروات العالم أيضا. هذا منهج البشر، البشر عقله أكثر من هذا ما يوصل. لو فرض أنه مخلص لوطنه، لو فرض، النبي صلى الله عليه وآله معجزته الاقتصادية ماذا كانت؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام معجزته الاقتصادية ماذا كانت؟ ما نعرف إحنا. عندما ما نعرف، إذا أنا وصلت للحكم ما أعرف، فالمنهج الغربي الاقتصادي يمشي أو المنهج الشرقي الاقتصادي يمشي. المنهج البشري الاقتصادي لا يستطيع أن ينتشل البشر من البطالة، من الفقر، من التضخم، من مشكلة السكن وغير ذلك من هذه المشاكل.